اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تخذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالمشركين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم تآمروا على إخوتنا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، مجري السحاب، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اجعل أمرهم في سفال وشأنهم في وبال، يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا قوي، اللهم يا سميع الدعاء، يا ذو الجلال والإكرام، اللهم أمرتنا بالدعاء فاستجب لنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. الله أكبر.